أهلا بكم متابعي اليوم السابع. وصلنا إلى ملف أو محطة الحديث عن الأخطاء التحكيمية وكل ما دار في مباراتي الكاس التي جمعت سيب وأهلي زاب والنصر والخبرة. ولكن قبل ذلك دعوني أرحب بالحكم الدولي السابق عبد الله بن محمد السعدي. مساء الخير كابتن عبد الله. مساء الخير أخي جحنون، ومساء الخير على أخوان المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة جيدة ومثرية إن شاء الله للجمهور. مباراة دسمة ربما في بطولة الكاس. والله هكذا هي مباراة الكوس كما عودتنا في إثارتها، طبعا أيضا في سر الحلاوة كثرة أخطائها، لأنها هي في المقام الأول تعتمد على الذهاب والإياب، أو سابقا كانت تلعب بنظام خروج المغلوب. نعم، قبل الحديث أكثر في تفاصيل المباراتان دعونا أولا نذهب إلى مباراة سيب وأهلي زداب، حيث نجح سيب في أن يقلب تأخر أمام أهلي زداب بهدف إلى هدفين في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ليعزز من حظوظه في بلوغ الدور القادم. في يوم جميل عاشته العاصمة مسقط، وفي أمسية كروية رائعة بين السيب وأهلي سداب، انتهى ديربي العاصمة بين الشقيقين بفوز الإمبراطور السيباوي بهدفين لهدف. ورغم اختلاف الدرجات بين الفريقين، فالسيب يلعب في دور المحترفين، وأهلي سداب يشارك مع المظاليم في دور الدرجة الأولى، إلى أن الندية كانت حاضرة بين ممثلي العاصمة. الشوط الأول كان يتيما بعد أن ذهبت محاولات الفريقين في التسجيل السوداء، نظرا للحذر الدفاعي المبالغ فيه من قبل صاحب الأرض وضيفه. وفي الشوط الثاني استمر الحال على ما هو عليه، وهيئ لنا أننا لن نشاهد الشباك تهتز نهائيا، فمعظم المحاولات الهجومية انتهت قبل أن تستفحل خطورتها، إلى أن جاءت الدقيقة 85 التي شهدت لبراعة محترف أهلي سداب البرازيلي ليناردو، وهو يقتنص هدف السابق. هذا الهدف أسهم في تسخين السكر والحليب، فاستيقظ السيب من سباته وهاجم من مختلف المحاور بحثا عن التعديل. ورغم ضيق الوقت، إلى أن المثابرة أتت أكلها ببلوغ مرمى أهلي سداب من نقطة الجزاء وقبل دقيقة واحدة على نهاية اللقاء. ولم يكتف السيباوي عند هذا الحد، فواصل ضغطه مستثمرا الدقائق المحتسبة بدلا للوقت المهدور، فكان له ما أراد من خلال لاعبه الشاب عمر المالكي الذي هز شباك سداب عند الدقيقة 96 لينتهي اللقاء بفوز السيباوي بشق الأنفس. ومعها انتهت قصة الفصل الأول من ديربي العاصمة في ربع نهائي الكأس الغالية، ليضع الإمبراطور قدما في المربع الذهبي، لكنها بالتأكيد ليست النهاية، فهنالك مباراة إياب يوم 8 إبريل القادم على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر باعتباره ملعب أهلي سداب. إلى ذلك الحين ستحبس أنفاس عشاق الفريقين في انتظار الفصل الثاني من الإثارة الكروية بين فريقي العاصمة. إذن كانت هذه مباراة سيب وأهلي سداب كابتن عبد الله، مباراة كانت مثيرة خاصة في لحظات الأخيرة، وربما أيضا كانت هناك إثارة حاضرة على مستوى الجانب التحكيمي. أي نعم، نبدأ طبعا عطفا على كلامك. مسابقة كأس مولانا حضرة صاحب الجلالة، في بداية قبل أن ننعطف وننعرج لها سمونا، ندعو المولى عز الله تعالى أن يعود أهل البلد مفدى للبلد معافى مشافى إن شاء الله من كل داء وسقم. مباراة اللهم آمين، مباراة السيب وأهلي سداب دور الثمانية طبعا أدارها خالد الشيدي بمساعدة أبو بكر العمري، إبراهيم الشرقي وماجد الحاتمي. على طول طبعا هذا الصورة، طاقم التحكيم، هذا طاقم التحكيم قبل بداية المباراة. طبعا خالد الشيدي طول 169، الوزن 69، العمر 38، تصنيف حكم درجة أولى. طبعا بنروح للحالات مباشرة. طبعا الحالة الأولى، الحالة الأولى كانت عبارة عن، الحالة الأولى هي طبعا كان تمركز خاطئ للحكم، لاحظ تمركز خاطئ اصطدمت فيه، كان يفترض عليها أن يعود للخلف خطوات ويحصر الكرة بينه وبين مساعدين، هو كان يرجع للخلف فني بطريقة، لكن يفضل يعني نصيحتي للحكام دائرة منتصف الملعب لا بد أن الحكم يهرب منها. لاحظ الآن هو اصطدمت الكرة به، قطع هجمة، يفضل أنه كان
لو انه اخذ زاويه رؤيه او تمركز جيد غير هذا التمركز كان بيكون افضل. نعم. طبعا بروح للحاله الثانيه اللي بعدها، هي خطا ودخول بتهور على المنافس، يعرض سلامه المنافس واللاعب، لكن هو هنا مش احتسب الخطا، الخطا كان كان على جزئيتين، المره الاولى كان من مازن والمره الثانيه هو تدخل اللاعب عمار البوسعيدي على اللاعب دخول بتهور، كان يستجب اطلاق صافرته واحتساب ركله حره. لاحظ عمليه الدخول على على رجله خلاص، وبعد هذه اللعبه اللاعب طبعا غادر واستبدل بلاعب بديل اخر، كان يفترض عليه ركله حره واشهار البطاقه الصفراء. نروح للحاله اللي بعدها. نعم. في الحالة السابقة كانت هناك رفع القدم، بالتالي كان ممكن إشهار البطاقة الصفراء، حالة واضحة. حالة واضحة، نعم حالة واضحة، هو يفترض أنه كان يأخذها لنا في بداية المباراة. نعم هذا. نروح للحالة، طبعا هذه ثلاث لعبات احنا قضيناها في المباراة. هذه اللعبة الأولى طبعا هو احتسب ركلة حرة، شوف لاحظ ما في أي تلامس أو احتكاك بدني أو إعاقة من المدافع على المهاجم، شوف لاحظ اللاعب يجري. فوين الخطا؟ في اي بند؟ وما هو هو وما شكله وما يعني؟ ولاحظ الخطا الثاني ايضا، عمليه الصراخ، الحكم تاثر كثير في هذه المباراه بعمليه الضغوطات من اللاعبين، ايضا من 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 من, من ضغوطات الجمهور. لاحظ هنا اشهر بطاقه صفراء، لم يكن اي تلامس، الحين بتبين اللعبه في شوف لاحظ وين التلامس؟ لا يوجد تلامس، لا يوجد احتكاك بدني، هنا لاحظ اين التلامس؟ هنا يدل ربما على الضغط الموجود في مثل هذه المباريات، احنا لا نقلل من قيمة خالد شيدي في إدارة المباريات، لكن هنا ربما تكمن أيضا الدور الحقيقي من جانب لجنة الحكام في وضع حكام قادرين على أن يديروا مثل هذه المباريات الحساسة التي تعني بالنسبة لكل الفرق محطة مهمة للوصول إلى أحد الألقاب، خاصة بطولة الكأس. هذا شيء طبيعي، هذا دور طبعا دور لجنة الحكام وتهيئة الجو المناسب واختيار العناصر المميزة أيضا من الحكام، لأن أنت الآن في مرحلة حرجة، يا اما يكون ذهاب واياب اما يكون خروج المغلوب. ما انا ما ادري وش يعني الاخطاء اللي كانت شفنا ما طرقنا اليها وشفناها، انه اتمنى ان اتتلافى في المباريات ان شاء الله، نتمنى انه في المباريات الاخرى يكون اختيار مناسب، ولان المباريات ما تحمل القسم على اثنين، وخاصه هي في عمليه من يبقى ومن يرافقنا في المربع الذهبي. نروح للحاله الرابعه. طبعا هذه الحالة الرابعة، لاحظ هنا دخول بتهور على اللاعب، كان ارتقاء في الهواء وصار تصادم، لكن لا يرتقي للكرت الأحمر، لأنه هنا ما في لعب عنيف، ما في سمون، الاثنين كانوا مرتقين يتنافسوا للحصول على الكرة من وجهة نظري. لكن الآن هو عنده بطاقة صفراء وبطاقة حمراء، هل أشار البطاقة الحمراء؟ أشار البطاقة الحمراء، لأن اللاعب ما عنده انذار، أشار البطاقة الحمراء تلقائيا يعني دائرك دون بشكل مباشر، بشكل مباشر، لأنه هو بوجهة نظره فسرها لعب عنيف، لكن هنا هو عملية ارتقاء. لكن هناك ضرب كابتن عبد الله، لحظة، هناك في ضرب بكوع اليد من جانب اللاعب. لا ما في ضرب بالكوع، هنا تتسبب في حاله، أنا ربما سببت حاله من الاغماء لدى اللاعب، ايضا لعبه خطره، لا تصنف من الالعاب الخطره. اللعبه الخطره طبعا هي هنا، هي لاحظ عمليه التصادم براس كره القدم، لعبه لا لحظه، وين الراس؟ شوف ذراع اللاعب، يعني لو لاحظ ذراع اللاعب هي اللي بتيك لمست، بتيك العاده من الخلف، شوف تلامس مش كان باليد، تلامس كان بالرأس، للرأس. نعم تلامس الرأس بالرأس ليس المرفق، أما لو استخدم الإلبو اللي هو الكوع وعملية الحركة إنه قصد إيذاء المنافس، هنا أنا أكون معه يشهر البطاقة الحمراء مباشرة. لكن في هذه اللعبة كان ارتقاء الاثنين وكان تصادم بالرأس، يستوجب اقل اضعف الايمان نقول ان اشهار البطاقه الصفراء. هنا ماذا يسمى يعني قد يطبق روح القانون في هذه اللعبه؟ يعني هي لعبه واضح للمهلة الاولى خطره، يعني الحكم رده فعله دائما تكون في جزء من الثواني. والله في هذه الحالات ما 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 ما, ما, ما افضل انه يكون في روح القانون يطبق، لان هذا عمليه ارتقاء وعمليه تصادم جسدي كبير شوي، لكن ما يرتقي للبطاقه الحمراء. الحاله اللي بعدها، الحاله اللي بعدها طبعا الحاله الخامسه، لاحظ طبعا
هني المساعد ما وقف الصورة لو سمحت مخرجنا الفاضل، وقف الصورة. طبعا المساعد ما رفع. أنت كحكم ساحة أنت لك واجبات واختصاصات، أيضا الحكم المساعد له واجبات واختصاصات. نعول ونرجع للقانون، القانون ماذا يقول؟ يعين حكمان مساعدان مهمتهما خاضعة لقرار الحكم من أجل تحديد الآتي: متى تكون الكرة تجاوزت خارج ميدان اللعب؟ أي فريق له الحق في ركلة ركنية أو ركلة مرمى أو التماس؟ متى يعاقب اللاعب في موقف تسلل؟ هذا من واجباته، عنده طلب إجراء تبديل وعنده حدوث سلوك سيء كان خارج نطاق رؤية الحكم. في هذا الحادثة، هذا من التعديل الجديد اللي تم اعتماده في بداية 1/1/2015 اللي هو تعديل التسلل، التداخل مع المنافس الذي يعني أن المنافس لعب بالكرة والحد من قدرته على لعب الكرة عن طريق اعتراض بوضوح خط الرؤية أو منافسة على لعب الكرة. طبعا اكتساب الفائدة من التسلل وموقف التسلل اندرج في كرتين: الكرة المرتدة من مرتدة أو المنحرفة من اللاعب الذي يكون في موقف تسلل من القائم أو العارضة أو المنافس نفسه. طيب الحالة هذا شو فيها؟ هذه الحالة ما فيها تسلل وهو صفر ودون أنه أيضا ما رجع من هو من المختص الأول في من المسؤول الأول في عملية تحديد وجود اللاعب في موقف تسلل. طيب كيف هي تسلل ولا ما تسلل؟ هي ما تسلل. زين كيف؟ حسب أوكي باشر شوف الكرة من رجعت من المدافع. هذا القانون الجديد يقول لك الآن في هذه الحالة بالتالي يقول القانون أن اللاعب الذي يكون في موقف تسلل وتصله الكرة من منافسه الذي لعب الكرة متعمدا ما عاد حالات إنقاذ. ما اختلف كابتن عبد الله، لا أكمل لك بفسر لك الجزئية هذه. ما عاد إنقاذ المتعمد لا يعاقب اللاعب في موقف تسلل. القانون هنا أو المشرع ما قال السيطرة أو محاولة السيطرة أو نجح في لعب الكرة أو لم ينجح. بسألك سؤال، لحظة خروج الكرة من اللاعب، هل كان في موقف تسلل؟ اللاعب هو الآن هو في موقف تسلل، لو تلاحظ الحالة اللاعب أوريدي في موقف تسلل. طيب لكن الحين التعديل السابق قال بمجرد تداخل الدفاع أصبحت لعبة أخرى، بالتالي الآن يقول لك أنا أريد الاتحاد الدولي أو المشرعين يقول لك أنا أريد أفضلية للمهاجم، لأن كرة القدم لعبة أهداف، إثارتها وحلاوتها في كثرة الأهداف. الآن طبق القانون الجديد، نفس يقول لك الكره المرتده من هو اللاعب ايضا في موقف تسلل من المرمى من قائم المرمى العارضه او المنافس. طيب الحاله اللي بعدها، الحاله اللي بعدها طبعا احنا نروح قبل لحظه قبل هاي، لان نقول القرار اللي اتخذه الحكم كان قرار خاطئ، يفضل ان يترك التسلل لحكم المساعد وعليه هو ما يوصل في سموه. الحاله اللي بعدها طبعا ركله الجزاء كانت صحيحه، وقف الكره لو سمحت مخرج الفاضل. ايوه لا رجعها 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 رجع. طبعا تنفيذ ركله الجزاء، وقف الصوره لو سمون لو سمحت، تنفيذ ركله الجزاء تنفيذ غير صحيح. ماذا نقول اذا في القانون، ماذا يقول القانون في تنفيذ ركله الجزاء؟ طبعا الكره تكون على نقطه الجزاء، اللاعب هو محدد بهويته بوضوح، حارس المرمى ان يكون على خط مرمى، رجع الصوره الله يخليك السابقه، على خط مرمى في مواجهه اللاعب الذي يركل الكره بين القائمين. هنا قبل الركل الحارس متقدم، ايضا اللاعبين الاخرين يكونوا ضمن ميدان اللعب خارج منطقه الجزاء، خلف علامه الجزاء 9.15 متر، لكن اللاعبين كانوا قبل والحارس صد الكوره، وهنا يعني انت حرمت لاعب، هنا انتهاك الحارسيه تسمح باستمرار اللعبه. اذا سجل يحتسب الهدف، اذا لم تسجل عليه ان يعيد اللعبه. نروح طبعا للحاله السابعه. الحاله السابعه طبعا هذه كانت مطالبه لاعبين نادي السيب واداريين والجهاز الاداري. لاحظ ضربه جزاء واضحه في نفس اللعبه، الان بتلعب رمي التماس بيصير ايضا حدث اقوى. شوف كان الاحتجازات، شوف لعبه رمي التماس، لاحظ في نفس الدقيقه ركلتين جزاء. الاولى لو عولنا على الاولى ماذا يقول؟ لمسه يد، منع الكره من يسمونه. كيف المعايير اللي احنا نتخذها في عمليه لمس اليد؟ هو اول شيء عنصر التعمد. لو لاحظت ان المدافع يعرف ان اللاعب يسدد الكره في المرمى، حرك ايده للكره، يعني عنصر التعمد في هذا اول معيار النظر، لانه يعني هو على يقين ان اللاعب سوف يسدد الكره في المرمى، حرك يده وبعدين عمليه اخفاء. لكن ارجع واقول هي عمليه الضغوطات اللي كانت على الحكم، لم تمكنوا من اتخاذ القرار من لمسه اليد والى اخره. نروح طبعا الحاله الاخيره اللي رصدناها في المباراه،
ركلة الجزاء اللي منها هدف التعادل أصيب يعني ركلة الجزاء. أنا ما أعرف على الرغم أنه كان قريب وركلة الجزاء غير صحيحة. زايد لاحظ عملية مسك المهاجم للمدافع، عملية مسك المهاجم للمدافع من الوهلة الأولى، لاحظ لاحظ هنا واضحة. أنا خلاص أنا أترك الصورة والحكم للصورة لأنها تغني عن ألف كلمة أنا بتكلمها اليوم. إحنا نقول أنه مباراة كؤوس وإثارتها، لكن بهذه الطريقة أنك تحرم فريق كان فايز ويتعادل وبعدها يخسر، فأنت هنا ما قدرت تتجاوز الضغوط والتحديات التي أنت مفروض أنك تواجهها بقانون كرة القدم في المباريات فيها سمونة. ونروح طبعا للأداء العام للمباراة. المباراة طبعا كانت سهلة جدا من ناحية درجة الصعوبة. الحكم هو من صعب عليه بعض الأمور، من ناحية إيش؟ عدم تقدير وتقييم الأخطاء بشكل صحيح، عدم تقييم الإنذارات وعدم تقييم المخالفات، حالات تهور لمس الكرة، وتأثر بالضغوطات صاحبة المباراة على الرغم أنه يملك لياقة بدنية عالية. عشان ما نقلل من من من, من الجهد اللي قام به المباراة، يمتلك لياقة بدنية عالية، كان متواجد بالقرب من يسمونه، بس عليه أن يحسن في تمركزه، يقيم حالات تهور المسك ولمس الكرة باليد. عليه أيضا ما يخص التسلل أن يتركه لمن هو المعني، معني هو الحكم المساعد. وأيضا عليه التعامل بواقعية من حيث تنافس اللاعبين الذي أشهر فيه الكارت الأحمر، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في القادم. هذا ما رصدناه في مباراة أهل سداب والسيب أو السيب وأهل سداب، والكلمة إليك. نعم، مباراة أخرى جمعت الخابورة أو النصر والخابورة، ومن خلالها استطاع الخابورة أن يخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ المربع الذهبي بعد انتصاره على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين. في أمسية بعيدة كليا عن حسابات الدوري بين النصر والخابورة ضمن مباريات بطولة كأس جلالة السلطان أبقاه الله هنا في أستاذ السعادة في مشهدها الأول، فمن سيقترب من الكأس؟ فمضمومة كفي الرواح تتمنى الاقتراب في هذه الليلة، وانطلقت شارة البداية ومعها احتارت المستديرة في وسط الملعب، فمع تصويبة نبيه الشيدي ظهرت النوايا، وظهر معها قاسم سعيد بعد التوغل، ولكن وتحولت إلى خارج الملعب. توالت المحاولات من الطرفين ولكنها دون جدوى ودون إثمار، فلا يختلف اثنان بأن جمعة درويش هو صانع الأطباق الذهبية ليهدي إلى كوفي ميشيك الهداف وهو دائما على العهد باقي. الضيف لم يصمت طويلا، فاختراق المطروش لدفاع النصر أثمر عن هدف الخابورة عن طريق شهاب العبد السلام، وتساوت كل الأمور وعادوا بنا إلى نقطة البداية. فكيف هي ردة فعل النصر؟ وبعدها بخمس دقائق مدافع النصر يخطئ، وسعد السعدي لم يكذب الخبر فهرب بالكرة بعيدا ليعلن عن هدف ثاني للخابورة. بعدها مدرب النصر لم يهدأ واشتعل اللقاء، وفي هذه الهجمة الرواحي وكأنه لم يعد مقتنعا بالدفاع، فخرج هنا ليحل محلهم، ولكن هو الآخر لم يجدي نفعا لتمر الهجمة بسلام، وعلي صلاح يطرد في هذه اللحظات، فأصبحت الأمور أكثر تعقيدا للنصر لينتهي شوط المباراة الأول وتتأجل كل التعقيدات إلى إشعار آخر. وفي الشوط الثاني جمالو يرسل الكرة إلى قاسم سعيد لتعويض ما حدث في مجريات الشوط الأول، إلا أنها طالت وبدأت تعابير التخوف تظهر على وجوه جماهير الملك. فالخابورة لم يكتفي بذلك، ولكنه استمر بمحاولاته لتثبيت ما فعله في الشوط الأول، فهنا المهاجم يفعل كما فعلوا في الشوط الأول ليتجول بالكرة بين المدافعين ويضعها في الشباك ليحتفل ويطلق معها رصاصة الرحمة. فماذا عساه أن يفعل النصر في الدقائق المتبقية؟
أفيلاي وفي أول لمساته يرسل الكرة إلى جمعة درويش وبنفس مشهد الهدف الأول وبنفس الطريقة ليسجل بها كوفي ميشيك هدف التقليص وهو هدف العودة إلى أجواء المباراة، ولكن الخابورة رفض كل هذا واعتذر للنصر بعد تسجيله الهدف الرابع والذي أطاح بالملك بين أرضه وجماهيره بأربعة أهداف مقابل هدفين. تمريرة مسموح فيها من الجمال الشيء الكثير الذي يسهل في أن يعطي الخابورة الهدف الرابع الآن. والله قوة الخابورة في شبابها ورجالها صراحة اليوم يعني قدموا لنا مستوى، وهذا المستوى ما غريب على الخابورة، الخابورة وجد نفسه في الموسم، وإن شاء الله إن شاء الله نطمح للأحسن إن شاء الله. والله مباراة الإياب إن شاء الله راح نتعامل معها بكل جدية إن شاء الله وما راح نتهاون فيها إن شاء الله. بدأنا بداية قوية وتقدمنا بالهدف، وبعد طرد لاعب من فريقنا أصبحت الأمور أكثر صعوبة. علينا التفكير بمباراة الذهاب والعمل أكثر، وفي النهاية هذا هو حال كرة القدم. مهمة صعبة في لقاء العودة للنصر، ولكن إذا ما الدهر يوما جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين فلا مستحيل في كرة القدم. لبرنامج اليوم السابع محمد بن سعدون بيت سيد. إذن كانت هذه مباراة النصر والخابورة، والخسارة التي تلقاها النصر أيضا أدت إلى إقالة المدرب الكرواتي مارينكو. كابتن عبد الله، حالات عديدة كانت حاضرة في هذه المباراة، وكانت أيضا حديث طويل على حكم المباراة محمود المجرفي. طبعا نعم، النصر والخابورة كان محمود المجرفي، حمد الغافري، رشاد الحكماني، وهنا اللوكيش حكم رابع. بنتعرج للحالات، طبعا كانت حالات عديدة في المباراة، لكن احنا اختصرناها في أربع حالات. طبعا هذا محمود المجرفي، طول 182، الوزن 77، العمر 28، تصنيف حكم دولي. طبعا بنروح للحالة الأولى. الحالة الأولى هي عملية طرد اللاعب نادي النصر. لا، هنا عملية، طبعا وقف الصورة بس لو سمحت عشان نعلق عليها بسرعة. لا، رجعها لو سمحت القليل من أثناء عملية المساعد رفع الراية. طبعا على الحكم المساعد هنا التريث لا يستعجل في القرار، لأن الحكم كان زاوية الرؤية واضحة وكان متابع الحدث. لاحظ الحكم المساعد يرفع الراية، لكن على الحكم في هذه الحالة أولا إشارة صوت للحكم المساعد، ومن ثم يعطي مبدأ إتاحة الفرصة وعليه العودة للعقوبة الأصلية. لكن هنا هو لو تلاحظ بس رجع لي الصورة من عملية جري الحكم، في الوهلة الأولى هو على يقين أن اللعبة فيها انذار، وكان يجري بيشوف عملية ما كان فيها قوة زايدة أو مفرطة، لأن رجل اللاعب كانت مثنية وراحت على الأرض وصار التلامس بالسمونة. هنا طبعا القرار كان خاطئ، وأيضا على الحكم المساعد التريث وعليه نقل المعلومة بالصورة الصحيحة، لأنها في هذه مباراة كؤوس. الطرد في بداية المباراة يفرق عن الطرد في نهاية المباراة، وأثر حقيقة على مستوى أداء النصر في خط الدفاع، سير المباراة. نروح طبعا للحالة اللي بعدها، هني لعبة المهاجم السيب ومهاجم النصر عفوا، وكان فيها عملية ضرب، وهذا الضرب لاحظ عملية الضرب، هذا عملية إيذاء على الوجه. لاحظ هوب، هو استغل انه طبعا الحكم كان قريب، تفاعله كان بطيء في المباراة. لاحظ عملية ضرب المهاجم هنا يستوجب على الحكم ركلة حرة وكرت احمر المهاجم السيب. ايضا اللعبة اللي بعدها هذه لعبة مدافع النصر على مهاجم السيب، هي دون الرغبة في لعب كرة القدم أو يسمونه أخلاق، وسموه الأخلاق في الملعب أو أثناء التلزم. لاحظ هذه عملية قد تؤثر على سلامة اللاعب، ولكن أنا أيضا أعتب على الحكم المساعد الذي كان قريبه وأمامه الضرب وأمامه الدعس على وجه المنافس، والقرار يخرج أن اللعب عادي، ما أدري إيش يسمونه. الحالة طبعا الأخيرة اللي رصدناها، طبعا هي حالات عديدة كانت أخي جحنون في المباراة. الحالة الأخيرة نشوف الحالة الأخيرة شباب، هذه طبعا ركلة جزاء، عملية دفع واضحة حتى أثارت حفيظة المهاجم النصر، يقول الحكم ليه؟ لأن عملية دفع واضحة، بس شوف الإعادة
عشان احنا قلنا احنا عمليه الدفع، لكن بالاعاده تكون هي دائما في ذيك الوقت. كابتن عبد الله لاحظ عمليه الدفع، نعم. هذا كل ما رصدناها في المباراه. طبعا المباراه كانت سهله من حيث ذات الصعوبه، كان الاداء البدني جيد الى جيد جدا، كان متفاوض، كان تفاعله قليل في المباراه، طبق مبدا تحت فرصه بنجاح، بس اعتقد ان الحكم لم يقدم المستوى الذي كان يليق به والمعروف عنه. عليه التركيز في المخالفات، عليه ايضا التركيز في الالتحامات من شدتها والحالات التي جعلت منه تحت الضغط وما واجه هذه التحديات بالقانون. مساعدون كانوا جيدون، وعلى الحكم المساعد الثاني التريث، ويجعل نشاط اللعب تحت مرأة الحكم ليس بالتوفيق. بالتوفيق للجميع. شكرا، شكرا كابتن عبد الله. وشكرا لكم ايضا متابعينا على حسن المتابعه. نتمنى ان نكون وفقنا في تغطيه ابرز احداث هذا الاسبوع، على امل ان نلتقيكم في الاسبوع القادم. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.